واستقبال أول أيام عيد الفطر المبارك. ينضم إلي من بيروت مراسل القاهرة الإخباري أحمد سنجاب. أهلا بك أحمد وكل عام وأنت بألف خير. إذن اللبنانيون يؤدون صلاة العيد وسط هدوء حذر في البلدات الجنوبية، ضعنا في صورة هذا الهدوء الحذر، وكيف استقبل اللبنانيون اليوم عيد الفطر المبارك؟ نعم، تحياتي لك في البداية وكل عام وأنت بخير. فعل بخير. كانت هناك صلوات لعيد الفطر المبارك وتحديدا في البلدات الحدودية، وكان هذا أمر لافت جدا اليوم، وهو عودة عدد غير قليل من النازحين من البلدات الجنوبية الحدودية لأداء صلاة العيد وقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك في تلك البلدات وسط هدوء حذر. ربما هذا الهدوء غير معهود منذ قرابة 6 أشهر، إذ أن الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى منتصف الظهيرة لم تكن هناك أي عمليات من الجنوب اللبناني، وأيضا لم تكن هناك عمليات مؤثرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه البلدات الجنوبية اللبنانية، باستثناء بعض العمليات التي استهدفت أطراف البلدات. ولكن كان اللافت هو عودة عدد غير قليل من النازحين لأداء صلاة العيد وأيضا لقضاء أول أيام العيد في هذه المناطق الحدودية. ونحن نتحدث عن القطاعات الثلاث، ففي القطاع الغربي كانت مارون الراس شهدت عودة كبيرة للنازحين وقضوا أو اجتمعوا في صلاة العيد. أيضا عدد من البلدات في القطاع الأوسط مثل العديسة وعيطرون وأيضا في كفر شوبة التي تعرضت خلال الفترة الماضية إلى قصف وغارات جوية إسرائيلية، إلا أن هذه الغارات والعمليات التي نفذت على مدار الأشهر الماضية لم ترهب السكان هذه البلدة الذين حرصوا على العودة وقضاء الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر في هذه البلدات. ولكن بعد الظهيرة ربما اختلف الوضع نسبيا، حيث شهدت عدة بلدات في الجنوب اللبناني قصفا إسرائيليا استهدف أطراف البلدات، كما سمع قبل قليل دوي إطلاق صواريخ من القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، وهما يعني أن ربما الساعات المقبلة ستشهد تصعيدا بعد هدوء حذر استمر من منتصف الليل أو الساعة الأولى من صباح اليوم وحتى الظهيرة. هذه الفترة لم تشهد أي عمليات مؤثرة في الجنوب اللبناني. بالتزامن مع ذلك كانت هناك صلوات للعيد في أنحاء متفرقة في الدولة اللبنانية، وكان اللافت تصريحات لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عقب صلاة العيد، أكد فيها أو عبر فيها عن أمله في أن تنتهي أو يتوقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، وأن أيضا يخرج لبنان من عثراته سواء السياسية والاقتصادية والمالية، معبرا عن أمله أيضا في أن يكون بعد عيد الفطر هناك فرصة مواتية لحل الأزمة السياسية المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية لبنان في الشهر 18 للفراغ الرئاسي. بالعموم أحمد، كيف هي الأجواء في الشارع اللبناني عموما؟ يعني أنت تحدثت عن أداء الصلوات في المحافظات الجنوبية أو المدن والقصبات الحدودية، وهذا أمر ملفت، وعودة النازحين إلى تلك المناطق، ولكن الشارع بالعموم كيف كان استقبال هذا العيد، وكيف ينظرون للأزمات التي يعيشها لبنان الآن؟ نعم، العيد هذا العام يأتي في توقيت حاسم وعيد الحساسية بالنسبة للدولة اللبنانية. هناك عدد من الشائعات التي انتشرت على مدار الأيام القليلة الماضية والتي كادت تؤدي إلى فتنة لولا تدخل مؤسسات الدولة اللبنانية وتحديدا الجيش اللبناني وأيضا الأجهزة الأمنية في الدولة اللبنانية التي تسعى إلى وقع هذه الفتن. فكان التركيز الأساسي حتى في خطب صلاة العيد أو حتى في الشارع اللبناني هو العمل على وقع هذه الفتنة والتأكيد على وحدة الصف اللبناني في مواجهة كافة الأزمات، سواء الأزمات الداخلية أو الأزمات الخارجية. فكان العيد فرصة ومناسبة هائلة لتجاوز هذه المنحة أو هذه المحنة والأزمة الكبيرة التي تعرضت لها الدولة اللبنانية على مدار الأيام القليلة الماضية. وبالفعل انتهز اللبنانيون هذه الفرصة وهم يقضون العيد سويا في كافة المناطق، كافة المناطق تشهد احتفالات مختلفة بعيد الفطر المبارك. نعم أحمد سنجاب، نرجو أن نشهد أيام الأعياد المقبلة إن شاء الله سلاما أكثر على هذا البلد المكلوم، أيضا حاله حال فلسطين والبلدان الأخرى. شكرا جزيلا لك أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية.